يو واتس اب ما فاميلي، جيسبر كلكم تكونوا افيان دو بيان، كلكم تكونوا مزيان، كلكم تكونوا على خير وبخير. الا كنتي كتشوف هذا الفيديو في الصباح جيسبر كيكون داز النهار ديالك كامل زوين، والا كنتو كتشوفوا بالليل جيسبر كيكون داز النهار ديالك مزيان. في هذا الفيديو هذا شنو غادي يكون البلان ديال الفيديو كامل؟ يكون الترتيب ديالو على هذا الشكل هذا، اللي هو غنديرو في الاول شنو هو التعريف تاع البروتينات، ياك اللي بزاف الناس ما كيستعملوه سواء برودوي سواء من الماكله وما كيعرفوش شنو هو وشنو هو الدور ديالو ملي كتاكلو في الجسم ديالك، شنو كيغير فيك ولا شنو كيبقى في الجسم ديالك. وثالث حاجه اللي هو اهم فتره اللي ممكن تاخذ فيها البروتين، بزاف ناس يقول لك مور من لاصال مور من لونتريمون ديالك خاصك تشرب بروتين. ورابع حاجه اللي هي في المينياتور يطلع على الفيلم كامل، كيما شفتوا 10 درهم تقدر تدخل 125 غرام البروتين كامل، عرفت الشيء اللي تقدر تدخلها وغادي تشوفوها في هذا الفيديو هذا. سو ما لقيتكم الله في الفيديو التالي، وما تخبطش العيبان تاع لايك كيما قلتكم سبسكرايب باش تعطيني سوغ انستغرام يطلعلكم هنا ولا هنا، ويطلع لكم في هذا الجلب هذا المستوى اللي وصلت ليه. هذه راه هذه واحد اربع شهور، اربع شهور باش توصل لهذا المستوى هذا، وما غادي نبين المستوى اللي وصلت ليه دابا حتى من دابا واحد حتى 2019 في شهر 3 عاد غنبين المستوى اللي وصلت ليه. فرد عليا على حسب هذا البلان اللي وصلت ليه دابا، اسكن لي في الكومنتار كي جاك هذا الشيء هذا. نكملوا الفيديو هذا هو المهم، ياك نكملوا الفيديو صوروا نكملوا الفيديو باش تفهموا البلان كي داير. اول حاجه كيما قلنا غنبداو بها هو التعريف نتاع البروتينات. البروتينات هو واحد مجموعه نتاع الاحماض الامينيه، البروتينات كاملين اللي كتسمعوا لهم، ومجموعه من الاحماض الامينيه مرتبطه في بعضياتها بواحد الروابط بيبتيديه، هذا هو اللي كيخلي انها تسمى بروتينات. البلان غادي يعرفوا صحاب البيوشيمي. دابا غنشوفوا شنو هو الدور البروتينات. البروتينات الا ما كليتيهاش لواحد المده نتاع 10 ايام واخا تكون كتدخل الكربوهيدرات غادي تموت. شنو الدور ديالها؟ هي اللي كتخليك تكبر ويكبروا الضفران ديالك والشعر، وسميتو هو هي اهم حاجه اللي كتساعد في النمو العضلي، ولا هي ماشي اهم، هي الحاجه الرئيسيه اللي كتخلي ان الكتله العضليه تزاد في الحجم ديالها، حيت اصلا الكتله العضليه مش كتكون من البروتينات، واحد الشعيرات اللي كتلقاهم في اللحم ملي كتكون كطيب لوالديكم اللحم وكتجيو كتلقاو واحد الشعيرات واحد الهواس رقيق وكاين بحال الشعرات، هادو كلهم كيكونوا بروتينات. يعني هذا هو الدور ديالها، هو كتخليك الزياده من الكتله العضليه. دابا غنشوفوا شنو هي اهم فتره باش تاكل هاد البروتينات هادي. كنسمعوا ولا كنسمعوا بزاف الناس كيقول لك يعني خاصك اون فوا تخرج من تسالي لونطريمون ديالك في لاصال، اون فوا تساليها خاصك تاكل البروتين. ماشي ضروري تاكل البروتين، ماشي ما خاصكش تاكل البروتين ديك الساعه. علاش؟ حيت كيكون الجسم ديالك محتاج للطاقه، خاصك تاخذ الكربوهيدرات. هادشي من بعد غادي نشرح لكم، نشرحوه في واحد الفيديو واحد اخر اللي غنهضروا عليه، واحد الهرمون طبيعي اللي تقدر انت تغير به لوكو ديالك بزاف غير بطريقه الله ديالك، هو الانسولين اللي هو انابوليك هرمونز. هو واحد الهرمون بناء، من بعد نهضروا عليه فيديو واحد اخر اللي غيكون فيديو مور هذا. سو يعني خاصك من سيرون طريم ما غاتاكلش بروتين، غاتاكل الكربوهيدرات اللي هما مهمين. البروتين غيفيدك ولكن ماشي بحال اللي غاتاكل الكربوهيدرات اللي غاتكون محتاجهم ضروري في ديك اللحظه اللي غيكون الجسم ديالك استنزف الطاقه كامله. يعني خاصو الكربوهيدرات باش يعاود ينتجها ويغد العضله اللي غتكون عيانه. او فوقاش تاكل البروتين تقدر تاكلو في الوجبات ديالك كاملين، هو ديما اللي خاصك تبدا به الماكله من تحت لتحت. البلاط ديالك يكون فيه الكاربس والبروتين والفات اللي هما الدهنيات والكربوهيدرات والبروتينات، باش خاصك تبدا يا خاصك تبدا بالدهنيات والبروتينات عاد الكربوهيدرات. الكربوهيدرات كنخليهم اخر حاجه، وكيما قلت لكم في الفيديو ديالي كنهضروا عليه اللي هو ديال الانسولين الهرمون الطبيعي في الدم ديالك كيفاش تقدر تتحكم به. ومن بعد تفهموا هذا البلان كاملين، وخاصكم تفهموا هذا الفيديو اللي كيتعرف بالبروتين باش تفهموا الفيديو الجاي. سو كيما قلنا خاصك تاكل تبدا بالفالس اللي هو الدهنيات، وعاد مورها البروتينات وعاد الكربوهيدرات. ما كانش الدهنيات خاصك تبدا بالبروتينات عاد الكربوهيدرات، عمرك تبدا بالكربوهيدرات في الماكله ديالك. ويمكن لك تستعمل البروتينات من الصباح حتى سالي الوقت حتى تبغي تنعس، يعني ذاك الوجبه ذاك لي غوبا كاملين اللي غدخل سوا خمسه سوا سته، غير كما قلنا مور لونطريمون ما خاصكش تاكلو هو نيشان مور لونطريمون، خاصك تدخل الكاربس. كيفاش الانسان خاصو شنو خاصو يدخل؟ شحال الكميه اللي خاصو يدخلها؟ كاين اللي كيقول يدخل جوج، وكاين اللي كيقول يدخل 1.5 في كل كيلوغرام من الكتله ديالو. بحال دابا مثلا تاكل 60 كيلو، يا اما تضربها في 1.5 يا اما تضربها في جوج. حنا شي غنقولو غتضربها في 1.7 وغتهني راسك باش تخرج من واحد السوق واسع. 1.7 الى غتلبي الحاجه ديال الجسم ديالك كامل من البروتينات اللي طالع على البلان كامل من المينياتور، يعني 125 غرام ب 10 دراهم. كيفاش البلان ديالك؟ 10 دراهم تقدر تعطيك 125 غرام ديال البروتين. كيفاش؟ يعني انا ولا نتوما كنهضر مع الدراري اللي كيقراو وباقي عاد باقي ما خدموش وعاد ماشي يبقى كل ساعه الوالد يعطيني كذا شويه مصروف كيتي مزير. بحال مثلا نعطيكم مثلا 10 درهم تقدر تشري بها حتى الكيلو حتى الكيلو ونص نتاع السردين، على حسب انت ومدينتك شحال فيها. راه بعد ما وصلت 4 دراهم اصاحبي باش يمدو بعد البحر 4 دراهم،
داك الكيلو شنو غدير به؟ الا حيتينو داك الراس والبصر غتبقى 500 غرام، الا شتي 500 غرام شحال فيها نتاع البروتين غتلقى فيها 150 125 غرام ديال البروتين، حتى ما بين 125 غرام حتى 150 غرام ديال البروتين الصاد غير ب 10 دراهم، وتقدر يكون حتى بقل 10 دراهم بلادان غتعطيك 60 غرام ديال البروتين، 60 غرام ديال البروتين حيت 10 دراهم كتعطيك 2 غرام تاع العدد، وكل 100 غرام العدد كتعطيك 30 غرام ديال البروتين، يعني 100% غتعطيك 60 غرام ديال البروتين. كل بيضة فيها 7 غرام ديال البروتين ولكن كاملة، ماشي غير الصفر بوحدو البيض بوحدو كاملة غتعطيك 7 غرام ديال البروتين. العدس 100 غرام ديال العدس فيها 28 غرام ديال البروتين ياك. الطون طاسة نتاع الطون غتعطيك 30 غرام ديال البروتين. ما أجيب لكم واحد الطون اللي غتشوفوه عين ما عرفتش فين هو شديه ولا فين ما عرفتش. هذا جولي هذا ولكن بزاف راه ما كاينش زعما راه زعما ما كاينش غير هاد الجوري هذا، كاين صراحه الله بزاف نتاع الشركات اللي شارعين بحال البرودويات بحال هادو نتاع جوري لوكوس، يعني كامل كيكون فيهم 30 غرام بروتين، ولكن هذا غتقول لي ب 7 دراهم غيعطيك انا واحد اللي هو رخيص اللي كيدير ب 90 ريال ولا 4 دراهم ونص، تقدر تمشي عند سميتو عند الحانوت اللي كتشري من عنده تقول له عطيني داك الطون اللي كيدير ب 4 دراهم ونص، وخذ انت الزيت ماشي نتاع المطيشه اللي كيكون مطيش كيكون ناقص بزاف، داك ديال الزيت كتكون فيه 30 غرام بروتين اللي ب 4 دراهم ونص. كما قلنا نخليكم مع واحد الصوره نتاع تشوفوا شنو البروتينات الحيوانيه اللي فيهم بزاف، وكذلك مع البروتينات النباتيه باش تستافدوا مزيان ليك حسن ما نبقى نقول لكم بلا والله تشوفوهم في الصوره احسن، خديهم تا كابتشو عليكم باش يبقاو عندك في التليفون ديالك.